تركتم بصمة في تاريخ كرة القدم. هكذا علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مهنئاً المنتخب المغربي على مشواره الجميل في مونديال قطر، وذلك بعد تأهل بلاده إلى نهائي كأس العالم لكرة القدم. وفي تغريدة له مرفقة بصورة اللاعب المغربي أشرف حكيمي والفرنسي كيليان إمبابي، كتب مغرداً في حسابه تويتر إلى أصدقائنا المغاربة: تركتم بصمة في تاريخ كرة القدم. يا جماعة عن جد جمهور المغرب جمهور عظيم، مبروك لفرنسا وهارتك للمغرب، وعن جد رفعتوا راسنا وحلمنا كثير معكم، طلعنا فوق معاكم، انتوا خليتونا نحلم، فشكرا لكم، عن جد شكرا لكم، شكرا لكل مغربي على وجه الارض. والف مبروك لنا هذا الانجاز العظيم. على فكرة جمهور المغرب اللي قاعد بزقف، مش مشكلة يا شباب، مش مشكلة، كفيت ووفيت.